أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. مصدر في ميناء الزيت يقول لعدن الغد: الحزام الأمني احتجز 37 قاطرة ديزل خاصة بكهرباء عدن. ومن الاشتراك نت: الاعتداء على عضو في مركزية الحزب الاشتراكي في صنعاء. ومن الموقع بوست: إعادة تأهيل 40 طفلا حاربوا في صفوف ميليشيا الحوثي في مارب. أهلا بكم. الظلام الذي يغطي ليالي عدن يعود لأسباب كثيرة، بينها ما يريده موقع عدن الغد، حيث نقل عن مصدر في ميناء الزيت في البريقة قوله إن قوات الحزام الأمني أفرجت عن قاطرات تحمل على متنها وقودا خاصا بمؤسسة الكهرباء بعدن. وأشار المصدر لعدن الغد أن الحزام الأمني أفرج عن 21 قاطرة محملة بالوقود تم احتجازها من قبل قوات الحزام الأمني صباح يوم السبت، مشيرا إلى أن إجمالي القواطر التي تم إيقافها صباح السبت من قبل جنود الحزام الأمني والتي بلغت 37 قاطرة وكلها خاصة بكهرباء عدن. ويبرر عناصر الحزام الأمني احتجازهم للناقلات التي تضيء عدن بأن لديهم تعليمات من قيادة الحزام. يتابع الموقع: تشهد عدن انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي جراء انعدام الوقود الخاص بمحطات الكهرباء، حيث يقف الحزام الأمني في وجه توزيع قواطر الوقود على محطات الكهرباء بعدن. أهم الموضوعات التي تصدرت الصفحة الرئيسية لموقع الموقع بوست جاءت تحت عنوان: إعادة تأهيل 40 طفلا دون سن 15 من مجندي الحوثيين إلى مقاعد الدراسة بمارب. قال الموقع إن مؤسسة حقوقية استقبلت 40 طفلا لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما من الأطفال المجندين بصفوف الحوثيين لبدء الدورات الرياضية والاجتماعية والنفسية لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. وقال المدير التنفيذي لمشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين عبد الرحمن القباطي في مؤسسة وثاق للموقع بوست إن إعادة تأهيل الأطفال يتولاه أخصائيون نفسيون وبمعايير دولية. وقال المنسق العام لبرنامج إعادة تأهيل الأطفال المجندين في مارب أحمد رفيق للموقع بوست إن جميع الأطفال تحت سن 15 عاما حسب المعايير التي طرحت من قبل مؤسسة وثاق ومركز سلمان للإغاثة. وأضاف أن الأطفال كانوا قد التحقوا في صفوف ميليشيا الحوثي وشاركوا في القتال وإمداد الميليشيا بالذخائر والطعام. الفشل الأممي باختبار أزمة اليمن. تحت هذا العنوان كتب مارب الورد مقاله المنشور في يمن مونيتور مضيفا في جزء من المقال: الحرب في اليمن التي تدخل عامها الثالث أظهرت فشل وعجز هذه المنظمات عن القيام بواجباتها تجاه المنكوبين والمحتاجين، وأكدت مثل غيرها من الصراعات والأزمات في العالم أنها في الواقع تريد بقاء الكوارث لا مواجهتها كي تستفيد تمويلاً. ففي حالة وباء الكوليرا الذي ظهر بصورة كبيرة أواخر أبريل الماضي وأصاب أكثر من نصف مليون بحسب منظمة الصحة العالمية وأدى إلى وفاة 2000 شخص، كشف أن الأمم المتحدة لم تقم بواجبها للحد منه والتخفيف من حالات الإصابة مقارنة بالأموال التي حصلت عليها من دول عربية وغربية وهي بملايين الدولارات. لقد فضح هذا الوباء الذي تمدد على خارطة البلاد أن كل التقارير التي صدرت إما لتوصيف الوباء بالأسوأ عالمياً من حيث عدد الحالات المصابة أو بحجم التمويل المطلوب لمواجهته كانت مجرد لافتة لجلب أكبر قدر ممكن من التمويل المالي وليس بهدف القضاء على الوباء بدليل استمراره وتزايد حالات المصابين. الأمر ليست له علاقة بنظرية المؤامرة ولا بتوزيع اتهامات جاهزة لمجرد الاتهام، وإنما من واقع تجربة بلد يعاني بصمت، والأمم المتحدة ومنظماتها حولته إلى موسم للحصول على الدعم المادي لمكاتبها وموظفيها على حساب المعنيين الأحق بالرعاية والاهتمام. تأخذ هذه المنظمات نسبة تزيد عن 30% من المبلغ المرصود للأزمة لصالح أجور الموظفين ومصاريف ونفقات تشغيلية.
وما يتبقى للمستهدفين مجرد مبلغ لا يكفي الحاجة الضرورية، وهكذا مع كل رقم يعلن عنه ويتعين الحصول عليه من المانحين. تسببت السيول الناتجة عن الأمطار خلال أغسطس الماضي في وفاة 32 مواطنا غالبيتهم من محافظتي لحج وتعز، وغرق أعداد من المركبات والشاحنات وتدمير منازل. قال الموقع موقع المشاهد نت إنه خلال شهر أغسطس الماضي شهدت المحافظة اليمنية 8 حوادث جرف جميعها في طرق سير المركبات باستثناء حادثة واحدة في محافظة ريما أودت بحياة امرأتين. وصنفت كارثة وادي المقاطرة بمحافظة لحج بأنها أسوأ كوارث سيول في اليمن منذ العام 2008، عندما ضرب حضرموت منخفض جوي تسبب في وفاة ما يزيد عن 100 شخص وتدمير عشرات المنازل. وأرجع سكان محليون في مديرية المقاطرة سبب هذه الكارثة إلى ما اعتبروه إهمالا متعمدا من قبل السلطات المحلية للطريق الوحيد الذي يربط تعز ببقية اليمن بعد إغلاق جماعة الحوثي وحليفها صالح لجميع المنافذ عن تعز. حملت صحيفة أخبار اليوم مجموعة من العناوين والتي نبدأها من عدن. مشكلة الكهرباء تعود إلى الواجهة من جديد، وقيادة الحزام الأمني تنفي احتجاز كميات الديزل. وعنوان: الرئاسة تنفي مزاعم تأجير ميناء عدن وجزيرتي ميسون وسوق قطرة والخلافات مع الإمارات. ومن الضالع: جنود غاضبون يواصلون احتجاز عشرات الناقلات بقعطبة. ورئيس هيئة الأركان يقول لجرحى الجيش في مارب: لن نترككم أو نتهاون في مداواة جراحكم. اللبناني حازم الأمين كتب مقالا في صحيفة الحياة تحت عنوان: النصر يجثم على مدننا المدمرة. تحدث فيه عن إحساس العربي أينما كان في لبنان أو العراق أو اليمن أو غيرها من بلدان تعيش واقعا مرا. ثمة منتصر يجثم فوق أكثر من 10 مدن مدمرة، وثمة مدن مرشحة للانضمام إلى هلال الخراب. عليك ألا تنبس ببنت شفا، وإلا كنت داعشيا. عليك أن تعاين منزلك المدمر في حمص أو في الرمادي بعين الرضا، ذاك أن ثمة منتصرا يرصدك. لا بأس من التدرب على الهزيمة، ففي ذلك تخفف من حمى الانتصارات. أن يشعر بالهزيمة من هو مهزوم فعلا، ونحن مهزومون بلا ريب، وعيش الهزيمة من دون هذيان النصر باب للشفاء. لا بأس بخطوات أكثر تقدما، كأن يعلن المرء استسلامه وفشله، ذلك أننا فشلنا فعلا لا قولا. وليس عيبا أن نقول أننا انزلقنا إلى تظاهرة رفعت فيها صور صدام حسين، وإلى ثورة صادرها إسلاميون وتكفيريون، وإلى مواجهة لم نكن بحجمها. التعلم على قبول الخسارة هو الطريق الآخر للشفاء، فهل من خسارة تفوق دمارة 10 مدن ومقتل مئات الآلاف من الناس ونزوح ما يفوق 20 مليونا عن منازلهم ومدنهم؟ علينا ألا ننزلق إلى سجال المنتصرين بوهم أننا لسنا مهزومين، ذاك أننا فعلا مهزومون. هل من هزيمة أوضح من ذلك؟ بشار الأسد أعيد إحياؤه، وحزب الله يعقد صفقات مع مقاتلي التنظيم ومع أمرائه. يدرك المنتصرون هذه الحقيقة، وعلى رغم ذلك هم سائرون بنصرهم إلى النهاية، لا بل هم يمعنون فيه ويمحون عبره الهزائم الغائرة في نفوسهم ونفوسنا. تعرض عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني عبد علي الجليدي للاعتداء ومحاولة اختطاف من قبل عصابة مسلحة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع. وقال الجليدي في تصريح للاشتراكي نت إن عصابة مكونة من 3 مسلحين وسائق تاكسي أجرة حاولت اختطافه بعد إجباره على الصعود فوق التاكسي بالقوة أثناء ما كان متواجدا في شارع 60 شمالي العاصمة صنعاء. وتابع الجليدي والذي يعمل صحفيا في صحيفة الثورة أو الثوري بأن العصابات اعتدت عليه بالضرب وسطت على وثائقه التي هي عبارة عن جواز سفر وجميع البطائق والهاتف ومبلغ مالي. وبحسب ما أورد الجليدي فإن الاعتداء حدث أمام عدد من المواطنين
والذين لم يحركوا ساكنا. في موقع المصدر أونلاين، الحوثيون ينظمون لأول مرة عرضا عسكريا في مدينة إب احتفالا بيوم الغدير. قال الموقع إن مسلحي جماعة الحوثيين نظموا عرضا عسكريا لأول مرة في الاستاد الرياضي بمدينة إب احتفالا بيوم الغدير، أو ما يسمى بيوم الولاية الذي تحتفل به الجماعة. قال مصدر محلي للمصدر أونلاين إنه ألقيت عدد من الكلمات المعبرة عن الولاية ووجوب حصر الحكم بالحوثيين وبأن لهم الحق الإلهي في ذلك. وأضاف أن تبادل إطلاق نار وقع بين الحوثيين وقوات صالح بمنطقة الظهار وسط المدينة بعد انتهاء العرض. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تقول صحيفة العربي الجديد إن ما يسمى بعيد الغدير في اليمن بدأ هذا العام مختلفا عما سبقه، حسب ما كشفت مظاهر احتفاء جماعة الحوثيين به في مرحلة بدت معها الجماعة أحرص من أي وقت مضى على إثبات حضورها وسيطرتها في صنعاء وعلى وجه خاص. مصادر محلية وسكان في العاصمة اليمنية صنعاء أفادوا للعربي الجديد أن يوم الغدير أي عيد الولاية كان حاضرا بقوة بعد أن أحيته الجماعة بلوحات دعائية كبيرة انتشرت منذ أيام تتحدث عن الولاية. وشملت اللوحات الإعلانية التابعة للحوثيين عبارات شددت على مبدأ الولاية، مثل في هذا العصر نحتاج إلى أن نتفهم موضوع الولاية أكثر من أي وقت آخر، وعبارة الإيمان بمبدأ الولاية قضية يرتبط بها النصر، وفي لوحات أخرى لن ترفع الأمة رأسها حتى ترفع يد علي عليه السلام، وغيرها من الشعارات. وعلى ضوء ذلك تشير دلالة الغدير السياسية والاحتفال بها وفقا لمنتقدي الحوثيين إلى أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يسعى لتنصيب نفسه إماما حاكما لليمن باعتباره ينتسب إلى آل البيت، ما يعزز الاتهامات التي يرددها خصومه من أنه يسعى لإحياء النظام الإمامي. أما صحيفة الحياة فعنونت الحوثيون يحاصرون القبائل المؤيدة لعلي صالح، وقالت في التفاصيل: منطقة سنحان شهدت تعزيزات للحوثيين بعشرات الأطقم والآليات العسكرية ومئات المسلحين منذ أيام عدة في إطار إجراءات لمنع علي صالح من اللجوء إليها للاحتماء بقبائلها الموالية له. وبالتالي وكما تقول الصحيفة، منع أي تحرك قبلي شرق صنعاء لمساندة صالح في حال قرر الحوثيون الانقضاض عليه في العاصمة، حيث يواجه ضغوطا حوثية غير مسبوقة من أجل الخضوع لقيادة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وتأييد خططها لفرض حالة الطوارئ في صنعاء والمناطق التي تحت سيطرتها. وفي السياق أكدت مصادر لصنعاء أو مصادر في صنعاء للحياة أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات جديدة إلى منطقة سنحان بعد الخسائر التي منوا بها نتيجة غارات التحالف العربي، حتى لا يفقد السيطرة على تلك المنطقة ومناطق قبائل طوق صنعاء المؤيدة لعلي صالح، إذ تكتمل خطة محاصرته. 16 عاما كاملة لا تكفي لكسب الحرب على الإرهاب، هكذا بدأ وحيد عبد المجيد مقاله المنشور في صحيفة الحياة، والعالم يتذكر ما حدث يوم 11 سبتمبر. ويقول الكاتب: لم يكن واضحا هل قصد بوش الإرهاب عندما وقف على سطح بارجة عملاقة في مياه الخليج في أيار مايو 2003 وأعلن أن المهمة أنجزت. لم تمضي 11 عاما حتى وقف أبو بكر البغدادي بالقرب من مياه الخليج نفسه وأعلن من على منبر جامع النور الكبير في الموصل في حزيران يونيو 2014 قيام الخلافة بعدما تمدد الإرهاب في العراق وسوريا. ولا تنبئ هزيمة داعش هذه الأيام بأكثر مما ترتب على هزيمة القاعدة. الإرهاب يستمر تحت مسميات مختلفة ما دامت الحرب عليه تفتقر إلى رؤية واضحة ومتكاملة، ومع أن هذه حروب غير تقليدية لا توجد معايير واضحة لقياس نتائجها، ثمة مؤشرات تتحدث عن نفسها. وإذ أخذنا أفغانستان مثلا،
نجد أن طالبان تسيطر اليوم على نحو 40% منها، وأن داعش حصل على موطئ قدم في شرقها وتمدد في وسط آسيا ووصل إلى شرقها. حدث هذا بعدما خسرت الولايات المتحدة أكثر من 2400 جندي، آخرهم 2 قتلا في 2 من آب الماضي، وأنفقت أكثر من 700 بليون دولار. وها هي إدارة ترامب تواصل مثل ما فعلت إدارة أوباما قبلها الحرب التي أعلنتها إدارة بوش الابن من دون استيعاب دروسها. أعلن ترامب استراتيجية ليس لها من اسمها نصيب، لم تستوعب أن نقطة الضعف الجوهرية في حرب السنوات 16 على الإرهاب هي الافتقار إلى استراتيجية متكاملة. تسير إدارة اليوم على طريق إدارتي بوش وأوباما، اللتين تبنتا سياسات تكتيكية لا تربطها استراتيجية شاملة، ولذلك اختلفت هذه السياسات بل تعارضت بين انغماس في الشرق الأوسط وانصراف شبه كامل عنه. وحول حقيقة المجازر ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار، قالت صحيفة البيان، منظمة هيومن رايتس ووتش نشرت صورة تظهر تدمير 450 منزلا لمسلمي الروهينجا في ولاية راخين غربية ميانمار. ذكرت المنظمة أن الصورة التي التقطت عبر الأقمار الاصطناعية في 28 من أغسطس الماضي بمدينة مونغدوا، أي في الوقت الذي شهدت فيه أعمال عنف عرقية واضطرابات. حكومة ميانمار تقول إن نحو 400 شخص قتلوا منذ الشهر الماضي في اشتباكات تلقي اللوم فيها على مقاتلين من الروهينجا، التي تقول الأمم المتحدة أنها الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم. لكن مسلمي الروهينجا يقولون إن قوات ميانمار وميليشيات بوذية هاجموا قراهم وأحرقوا منازلهم. في الصين، امرأة حامل تلقي بنفسها من نافذة المستشفى إثر رفض إخضاعها لعملية قيصرية. والمرأة، وكما تقول القدس العربي، لم تحتمل آلام الولادة، فرمت نفسها من النافذة في الطابق الخامس من مستشفى في يولين بمقاطعة شانخي شمالية الصين. ومنذ ذلك الوقت دار جدل كبير حول من يتحمل مسؤولية الحادثة، حيث تبادلت عائلة الضحية والمستشفى الاتهامات. المستشفى أكد أنه نصح بإجراء عملية قيصرية، لكن بحسب هذه المؤسسة فإن زوج الضحية هو الذي رفض هذه العملية، ولم يتمكن الأطباء من تحدي موقفه، غير أن الزوج نفى نفيا قاطعا هذه الادعاءات عبر الصحافة، مؤكدا أنه وافق على العملية لكن الطبيب اعتبر أنها بلا جدوى. وقد استعر الجدل في الأيام الماضية مع تسريب فيديو عبر الإنترنت تم التقاطه من كاميرات المراقبة يظهر رونغ رونغ جاثية على ركبتيها في رواق المستشفى. يقول المستشفى إن هذه المشاهد تثبت أن المرأة كانت تتوسل أقربائها القبول بإخضاعها لعملية توليد قيصرية، غير أن العائلة تشير إلى أن رونغ رونغ كانت في هذه الوضعية للتخفيف من آلامها. في موقع شبكة البي بي سي عنوان بارز: جامعة كامبريدج تدرس إلغاء الكتابة بخط اليد في الامتحانات. قالت الشبكة تدرس جامعة كامبريدج البريطانية إمكانية التخلي عن الكتابة بخط اليد في الامتحانات والسماح باستعمال الأجهزة الإلكترونية في الكتابة بعد 800 عام من تأسيسها. وطرحت الفكرة للدراسة بسبب تزايد عدد الطلبة الذين يعتمدون على الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى في تدوين المعلومات خلال المحاضرات. يقول الأساتذة والأكاديميون في الجامعة إنهم يجدون صعوبة أكثر فأكثر في قراءة خط يد الطلبة لأنهم ليسوا متعودين على الكتابة بأيديهم. وقالت سارة بيرتشال أستاذة التاريخ في الجامعة لصحيفة تيليغراف: في كليتنا نواجه مشكلة رداءة خط اليد منذ أعوام، والصعوبة تتزايد عاما بعد عام. سلاح كوريا الشمالية القاتل، ما القنبلة الهيدروجينية وما الضرر الذي يمكن أن تلحقه؟ تحت هذا العنوان كتب كونرو جافي مقاله في نيوزويك مضيفا: يبدو أن كوريا الشمالية لا تتراجع. قال نظام كيم جونغ أون المحاط بالسرية إنه أجرى مؤخرا أقوى تجربة نووية له على الإطلاق، والأولى منذ تولي دونالد ترامب منصبه. وإذا تأكد ذلك فإن هذا الاختبار سيشكل تصعيدا كبيرا في البرنامج النووي لبيونغ يانغ، وخاصة بسبب طبيعة السلاح الذي تم اختباره.
زعمت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن البلاد أجرت اختباراً على قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ باليستي عابر للقارات بنجاح مثالي. وأبلغ علماء الزلازل في مركز المسح الجيولوجي الأمريكي عن زلزال بلغت قوته 6.3 والذي حدث على الأرجح نتيجة للاختبار. وقد تم الشعور بالزلزال الاصطناعي عبر الحدود في الصين وأثار رد فعل غاضبا من بكين. وعلى الرغم من عدم تأكد طبيعة الاختبار بشكل مستقل بعد، فإن قادة العالم يشعرون بالقلق إزاء ادعاءات بيونغ يانغ. ولم يسبق أن استخدمت القنابل الهيدروجينية من قبل في الحرب، وهي قادرة على توليد قوة مدمرة أكبر بعدة مرات من القنابل الذرية التي أسقطتها الولايات المتحدة على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في ختام الحرب العالمية الثانية. القنابل الهيدروجينية هي أجهزة نووية حرارية ذات مرحلتين، وفي حين أن القنبلة الذرية تولد الطاقة من خلال عملية الانشطار النووي، تقسيم مكونات الذرة لمواد نووية مثل اليورانيوم أو البلوتونيوم، فإن القنبلة الهيدروجينية تذهب خطوة أخرى إلى الأمام. ففي القنبلة الهيدروجينية تجري عملية الانشطار في حجرة لغاز الهيدروجين، والطاقة الناتجة عن الانشطار النووي تجعل ذرات الهيدروجين تنصهر، وتطلق هذه العملية بالتالي النيترونات في تفاعل متسلسل من التفجيرات. لم تستخدم القنابل الهيدروجينية أبداً كأسلحة هجومية، وإنما جرت عدة اختبارات مؤكدة عليها. وقد أجرت الولايات المتحدة أول اختبار للقنبلة الهيدروجينية في العام 1952 في المحيط الهادئ، وأنتجت قوة أكبر بحوالي 450 مرة من قوة السلاح النووي الذي استخدم في ناغازاكي اليابانية. العالم في أسبوع يتلخص بعدسات الكاميرا حين تلتقط اللحظات المهمة للتوثيق وأيضا لرؤية الجمال فيها. جولتنا المصورة لهذا اليوم ستكون بمجموعة صور من موقع شبكة البي بي سي. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بألف خير.